سألت يعني الله يخليك. لا بجد والله لقيت في مشاكل جدا هاديه جدا ووديعه كده ما شاء الله، فيها ملامح براءه، ده مش كلام يعني. لكن في نفس الوقت هي دايما ده احنا بنقوله، فكره ان احنا ايه الحمد لله ربنا مدينا قدر كبير من الجمال ومش باين عليكي اي حاجه زياده عن اللزوم، لكن انت قلتي بعض النقاط ودي هتوضح معانا. فكره المنطقه اللي تحت العين، منطقه اللي احنا بنسميها النحت او حرده الوش نفسها. في حتت انا عندي لخد هنا. أيوة أيوة. عارفه لو تخنت 2 كيلو يبان على طول، هتلاقي عملت كده. كلنا نفس الحاجه وراسه برضو صح. فهي الفكره أيوة. معانا السيستم اول حاجه ما ظلمكيش خالص، مطلع فير اناف حوالي 29 سنه، ده من غير ميك اب خالص تمام. ولا نقطه مكياج ولا اي حاجه خالص. وعلى فكره بحييكي جدا على النقطه دي يا هبه، ان مش ناس كتير بتحب انها تطلع بدون ميك اب خالص. فدي حته حلوه وثقه منك كبيره في نفسك ان طالع 29 سنه. لا وبعدين جيت ابتسم، الدكتور قال لي لا خليكي الوش اللي هو عشان ما يظهرش حاجات اوفر، ان هيفرق معايا على طول. اول ما هتعمل رياكشنات ممكن يدي سنه زياده. ان دي نقطه مهمه اللي هي اللي بنسميها الخطوط التعبيريه. هو السيستم بيقرا التجاعيد، التجاعيد يعني طبعًا. لو انا بضحك طبعًا. فلو ارى ان طبعًا. عندي هنا لو هي زياده شويه يكبرني؟ طبعا ممكن يفرق سنه سنتين حاجات بالمنظر ده. فهو طلع معانا 29 ومش عارف مدى يعني حقيقه السن، يعني انا لسه ما تمتش ال 30 الشهر الجاي ان شاء الله. هو طلعك اصغر، طلع 29 و 10 شهور يعني. مطلعك من غير، لان هو بيطلع بالشهور. صحيح. اوكي. طلع 29 شارب كده، فده فير انف يعني. انا دايما بقول سنه بلس اور ماينس، زياده او اقل، كده احنا شغالين صح جدا يعني. صح جدا. جميل. بعدين بقى الحته اللي بتخلي يشوفها يقول اصغر من هي، علشان اللي جواها باين عليها في جزئيه طفوليه كده شويه، ودي حاجه حلوه. وده على فكره من الناس اللي ما بتعجزش بدري ان شاء الله يعني، بخلاف اللي لسه هيظهر معانا. بيضحكوا كتير وعلى طول يا من جواهم كده مش شايلين يعني. فده الهم ده على فكره ساعات برضو بيظهر على الوش جدا. ده حقيقي. في حاجه بقى معانا حديثه قوي يا هبه، ودي انا حبيبها جدا ليكي، موضوع ال 3 دي، قصه ان احنا دايما ممكن ازاي نوري البني ادم شكله كتمثال من بره. طبعا مع التحفظ ان هو 75% من الحقيقه، يعني هتشوفي بعض الحاجات اللي ممكن تلاقيها زياده شويه فيكي في الصوره، لكن هي مش ده الطبيعي نتيجه ان هو بيصور ثلاثيه. احنا هنا هنشوف مرايه ثانيه، مرايه الدكتور. هنشوف انت والمرايه، هيظهر فيها بعض الحاجات اللي انت بتقولي عليها وهنبينها قوي. فكره ان احنا الحته اللي تحت العين اللي كنا بنتكلم عليها، فكره ناحيه الوش فيها مشاكل. هنشوفها كمان في الفيديو زي زهره دلوقتي. الفيديو هينزل قدامنا. الفيديو كمان هيبان بقى بالنسبه لنا فكره ان احنا ايه اللي هنعمله ليها. ازاي هنخفيه، ازاي هنساعد ان هو ما يظهرش جامد مع الزمن. ايه اللي هقول لك بيتعمل للمناطق دي؟ شايفين شويه بعض الاجهاد. ده قبل تحت العين، بعض الاجهاد، حته اللي تحت المنطقه بتاعه الفك اللي احنا بنتكلم عليها. هنشوف دلوقتي بعد ما هيظهر الكاميرا عليه. بصي تحت العين ابتدى ايه يتحسن مع الايديتنج اللي احنا بنعمله، بلس ان احنا عملنا نحت شويه تحت لمنطقه خط الفك، فبان ظاهر. هنلاقيهم كمان عملت لي تجميل يعني ولا تجميل بالنظام اللي هو الكمبيوتر. المناخير ليه ما انا سودت كده؟ ده الشادو. ايوه صح، بتاع التصوير. ده الشادو التصوير فعلا. ده مش اللون، عشان كده قلت لك هتلاقي فيه بعض الحاجات اللي مش ريل مش حقيقيه، لكن احنا بنبص جلوبالي على الموضوع. وبالذات لما هيجي الصورتين جنب بعض هيظهر لنا فكره التحديد للوش من تحت، يعني هو بيلعب في الحته دي. ايوه يشدها كده قوي. ده من سن كام؟ على فكره ده بيتعمل في اي سن؟ طبعا ويفرق جدا. ألعب دلوقتي في هو ده مش اصله لعب. انت عارفه الفكره في ايه؟ كل ما بنكبر ونفكر نعمل الحاجات دي يا دعاء، كل ما بنخش في الجراحات. لكن دلوقتي ما تبقاش جراحات يعني. هي ممكن المنطقه دي ايه ده يعني؟ يعني انا لو عملت حاجه ايه هنا؟ بعمل جراحه بقى ولا لا؟ دلوقتي في السن ده ما بيبقاش جراحه. فدي ميزته. بيبقى زي شفت مثلا، بيبقى حاجه حديثه. في حاجه اسمها الجي بلاستي مثلا. دي تقنيه بيسموها الشد الايوني، من الحاجات اللي بتشد قوي المنطقه دي فتعمل لك رفعه كويسه جدا بدون جراحه. فدي تفرق جدا معاها. المنطقه اللي تحت العين فكره ان يحصل بعض الامتلاء للتجويف اللي انت وصفته صح جدا. ده الفيلر، ده الفيلر ليه اشكال ما بحبوش خالص. دي فكره عارفه، انطباع طبعا ممكن يبقى مبدئي مش حقيقي. اصلا انا سمعت عنه كتير. الاقي فجاه دي عاليه والاقي شكل اتغير بقى وبقى فيك. انت عارفه اللي بتقولي عليه ده بيكون ليه؟ عشان فكره اللي بيتحقن ايه نوعه وكميته. الصوره شكله مش فيك خالص او في الفيديو. طبعا هي الفكره عارفه ايه؟ انت هتحقن ايه وقد ايه وفين. اتس ان ارت، ده فن. مش وعلى فكره هو مش معنى كتير طبعا، والنوع اللي بيتحقن وازاي بيتحقن. بس يعني هي دلوقتي عينيها بتحس ان هي بتضحك قوي. صحيح. فلو اتحقنت دي ولا يفرق ليه تداري؟ لا الفكره في عارفه ايه دعاء، احنا مش هنحقن حاجه ليها علاقه بالعضله والحركه، ودي نقطه مهمه جدا. احنا مش هنحقن بوتوكس. احنا بنحقن فيلر عشان يداري جزئيه هي قالتها التجويف.
يحصل بعض الامتلاء الخفيف عشان ما يبانش ان المنطقه دي فيها اجهاد. طب هو في حاجه اسمها البلازما فيلر دي؟ البلازما دي من الحاجات اللي بتدي نضاره وممكن تتحقن باي ذا واي الفيلر بتاعها في المنطقه دي. البلازما ده اللي بيبقى في الخدود بقى ويحمر الوش. ممكن وممكن زي ما بتقول دعاء. برافو عليكي. بس هو في جزئيه دعاء طورتها شويه طبعا في خبره دعاء برده في التجميل. فكره مش بلازما بس، حاجه اسمها بلازما فيلر. فازاي ان ممكن البلازما فيلر يتحقن في المنطقه دي؟ برده حلو جدا ويبقى طبيعي عشان الناس بتخاف من الحاجات. ويبقى طبيعي جدا. بصي في حاجات مختلفه، المهم ان ايه اللي هيستخدم وازاي وليه. طيب ايه رايك ندخل هنتفاجئ بقى الحته دي بعد 35 سنه، يعني فوق ال 75 تقريبا. اوكي فهتشوفي وما تتخضيش. ماشي. شبه حد من عيلتك؟ مين كبير فوق ال 75؟ شبه ماما. شبه ماما بجد؟ فيها شبه من ماما. بس دي فوق ال 75. ماما في السن ده؟ لا ماما تقريبا 62 او 63. يعني لسه كمان مثلا اكتر من 13 سنه. في بصي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هتلاقي منطقه اللغد بقى عرضت اللي احنا بنتكلم عليها لو ما اتحطتش. فكره الانطباعات اللي يعني زعلانه ايه بتفاجئ. يا رب بس افضل بالرفع ده عشان الواحد لما بيتخن وشه. وانت تخنتي هو متخانك بتعالي كيلو ولا اتنين؟ هو فعلا متخن من هنا. الهرمونات طبعا مع السن بتختلف وحرق الجسم بيختلف فبتلاقي القابليه للزياده في الوزن بتبقى اعلى. باينه طبيعيه قوي. انا حاسه ان انا فعلا شفتها بعد 60 سنه بجد؟ يعني وفيها نفس الطيبه والحاجات اللي فيكي ما شاء الله. بس لو تلاحظي تجويف العين زاد والعين نزلت كده. طبعا بيحصل كسره فعلا. برافو عليكي. مع السن المنطقه دي بيحصلها شويه والحته دي ما بتبقاش كده عاليه. لا 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 خالص بيحصل ارتخاء وتنزل فيها. تلاقي العين كانها بتضيق. ده حقيقي. مش بتضيق العين. ده حقيقي. لكن الجلد بتحصل نفسها في المرايه دلوقتي.